طيب خلينا بقى نطمن على الترتيبات الخاصة باستلام النادي الأهلي لدرع الدوري النهاردة عقب مباراة طلائع الجيش من خلال زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي المتواجد في هذه اللحظات في استاد الأهلي والسلام. يا فاروق أهلا بيك. كل التحية ليك يا أمير وكل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. مباراة النهاردة بيترقبها كل جمهور النادي الأهلي يا فاروق، وخصوصا أن هتشهد استلام الفريق لدرع الدوري. آخر التفاصيل اللي عندك إيه وآخر الترتيبات؟ خلينا أقول لك في البداية أمير، نقدر نقول استاد الأهلي والنهاردة بيتزين للاحتفاء بالنادي الأهلي ومراسم تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري رقم 42. يعني المشهد والصورة كان إن شاء يعني كان ينقص وجود الجمهور، لكن إن شاء الله في القادم من السنوات الجمهور يبقى موجود في مشهد إحنا يعني انتظرناه كتير، إن إحنا نحتفل بدرع الدوري ويتم تسليمه للنادي الأهلي في أرض الملعب. أقول لك أهم الترتيبات يا أمير النهاردة، يعني من كواليس حفلة أو ترتيبات اليوم، هيبقى وجود مؤمن زكريا، من المقرر وجود مؤمن زكريا، وكما أطلق على درع الدوري ودرع مؤمن زكريا أيضا وجود أفراد اللجنة الخماسية ممثلة في الأستاذ عمرو الجنايني والكابتن محمد فضل وأحمد عبد الله والدكتور جمال محمد علي. ويعني مش هتكون موجوده الدكتوره سحر عبد الحق لظروف تواجدها مع منتخب كره الصالات اللي بيخوض لقاءين وديين في الامارات. استاد السلام الاهلي وين النهارده امير، زي ما انت عارف ان المباراه بيشرف على تنظيمها امن النادي الاهلي ومسؤولي النادي الاهلي، يعني تقدر تقول الامور على افضل ما يرام. النهارده الاستاد جاهز، في بعض الامور طبعا تم تعديلها يا امير زي ما انت عارف في ظل جائحه الكورونا واتخاذ بعض الاجراءات الاحترازيه، يعني الالعاب الناريه مش هتبقى موجوده النهارده في هذا اللقاء. هيوضع درع الدوري على استاند ويتم تسليمه لفريق النادي الاهلي في احتفاليه نقدر نقول بسيطه ومصغره لتلي يعني مع اتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه. لكن الجميع هنا يا امير يعني تقدر تقول ان الجميع متشوق لهذا المشهد اللي احنا كتير انتظرناه علشان احنا نشوف النادي الاهلي. طبعا انت بتتكلم في 42 بطوله الدوري، من اللحظات السعيده اللي احنا بنعيشها كجمهور وبيعيشها كل فرد داخل منظومه النادي الاهلي لحظه استلام درع الدوري داخل ارض الملعب. ايضا لاعبي النادي الاهلي امير برضو من ضمن الكواليس ان لاعبي النادي الاهلي النهارده هيتم ارتداء القمصان عليها البطل رقم 42 ان شاء الله، وتبقى يعني القادم من السنوات 43 و44 والقادم في الكثير من البطولات. تقدر برضو ان احنا نقول على الملعب والناحيه التنظيميه واتخاذ الاجراءات الاحترازيه والاشراف اللجنه الطبيه من الاتحاد المصري لكره القدم على متابعه كافه الاجراءات الاحترازيه. جميع افراد منظومه النادي الاهلي، وانا عايز امير من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي اشيد بالجميع، الجميع النهارده عايز يطلع بالمشهد في اجمل صوره، تنظيم على افضل ما يكون، السهوله التيسير، كل الامور دي يا امير دي الخاصه من هنا من داخل ملعب الاهلي لمراسم تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري رقم 42. تمام، أنا بشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا. زميلنا العزيز فاروق صلاح من استاد الأهلي والسلام قال لنا كل الترتيبات الخاصة باستلام النادي الأهلي بإذن الله عقب مباراة اليوم درع الدوري رقم 42. نتمنى النادي الأهلي إن هو يكون موفق في هذه المباراة، وكمان نتمنى نشوف مراسم تليق بنادينا العظيم النادي الأهلي.